بالنسبة للأستاذة نهى بتقول هما 4 بنات وولدين، وكانوا كلهم متجوزين، الولدين قاعدين مع والدتهم في نفس البيت، واحد منهم طلق مراته وبعدين ساب لها الولاد هي تربيهم وتنفق عليهم. فبنتها بتقول هل هي بتتحاسب على التفرقة؟ هي ما بتعملش البنات غير الولاد. يعني أنا العطية هنا السبب يا نهى، ولكل إنسان الحق فيما يملك. فارق كبير بين تصرف الإنسان حال الحياة، إن أنا مثلا ابني ده ظروفه كذا فأنا خدت ولاده وأربيهم فأنا اللي بنفق عليهم، وبين الميراث والتركة، ده حاجة وده حاجة تانية. أنا وأنا في حياتي كده من حقي أدي ده ودي ده بما، مش اللي يعمل فرقة ولكن بما يحتاجه كل فرد، فيفعل فيه ما يشاء. ولا ينبغي لإنسان أو الأبناء إن هما يتدخلوا فيما لا يعنيهم، ولا إثم على الأم. لو كان الحال زي ما حضرتك انت وردتي بالسؤال، اما مساله اراده التفريق دي مساله قلبيه احنا ما نقدرش نطلع عليها. انت هي بالنسبه لها شيء بيسعد انها بتنفق على هؤلاء الاحفاد، ما اقدرش انا ادخل نفسي في كده، وما اقدرش اجزم ان ده تفريق، لان الولاد دول لا ام ولا اب، ابوهم سايبهم لجدتهم، نسال الله السلامه.